ما شو مزعوج يا هلا ليه كتفك هيك يا هلا 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 وصلت 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 انا من امبارح لليوم ما عرفت انه بيبوسوا بوستان بمصر اعبد اربعه اربعه لما تاخذوا وجهي انا يا بنت السلطان حن على الغلبان الله يفيدك صباح الخير صباح الخير حبيبي تمام صراحه زي وانا انت بنت طويله في الكاميرا انا مولع على والله اه بتبني طويله شويه بس حلو يعني مش طول اللي انت فاهمه هنا هو والله مدام ميري صباح الخير بونجور على طول بيجوا يلاقوني في دماغي في ماما مامحتين اثنين في ثلاثة دلوقتي صباح الخير سالي دخلوا انا اللي قطع اللي مسك بوزيسيون ايه امبارح مسكها كثير منيح وشو صباح الخير في بهدلة في بهدلة بعرف لا لا ما في ابدا بهدلة صباح الخير عن جديد حبيبتي اهلا وسهلا فيك عنا اهلا وسهلا حبيبتي ترفع الراس هيدينا؟ ايه لكن الحمد لله لكن بس نحن ما بنحكي كثير هاي بيني وبينك مش سامع ولا ما هي تعرف يلا بونجور يلا مشو هلا ما هي بتاخذ راحتها يعني بهمني برافو حبيبي انت تعرف بكيتني امبارح بكيتني بس صرت تبكي اه على هلا يلا مش هلا مخبر قصص مزبوط يلا ليك دينا خلص اتركي كل شيء بس حدا يشيل هول من الارض وحده ما بتقدب انت بالاذن ايه ايه انا 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 شفت وانا اللي سمعت عامل ايه؟ ازاي؟ كويس؟ الحمد لله الحمد لله حبيبي بدري جيت الصبح؟ لا لسه جايه